مساء الخير على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال، مساء الخير على كل مشاهدين برنامج آخر الكلام. معاكم إبراهيم مختار في برنامج آخر الكلام، ومعه الأستاذ محمد العزاوي. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور أستاذ إبراهيم. مشاهدين برنامج آخر الكلام، أولى حلقاتنا، أولى مواضيعنا، أولى تفاصيلنا عن الحياة الاجتماعية. حابب أنوه كل مرة لحد ما نحفظ بعض، نحفظ الفريم بتاع البرنامج، نحفظ محتويات البرنامج. هنتكلم عن كل حاجة تخص البيت المصري وتخص مصر، تخص المواطن المصري على حد سواء. هنتكلم في أخبار تهمك، أخبار البلد، أخبار الأسرة المصرية، هنتكلم عن شكاويك، عن استغاثاتك، هنتكلم عن كل حاجة تهمك. موعدنا كل خميس واثنين، أو كل اثنين وخميس، 12 صباحا الى 1 صباحا. عندنا مواضيع كتير، انما حابب في البدايه يعني شاركني كده محمد صديقي. لا صوت يعلو فوق صوت الامن القومي المصري. طبعا يعني طبعا مفيش اخبار تهم المواطن المصري اكتر من امنها القومي. امن مصر القومي هو خط احمر، زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بينوه. النهاردة كان خبر مهم جدا، يعني مالي صفحات الأخبار ومواقع الإخبارية، اجتماع السيد الرئيس بالقبائل الليبية، شيوخ وقبائل ليبيا، الناس اللي هم بيحافظوا على أراضيها مساواة زي ما كان عندنا بالضبط في سيناء، شيوخ وقبائل الأراضي في سيناء، واجتمع بيهم برضو السيد الرئيس. أمر مهم جدا حفاظه على الحدود اللي هي أمنه القومي، هو بيدافع عن حدوده وعن دولة شقيقة باختيار من شعبها. زي ما احنا أتذكر فوضنا السيد الرئيس بأنه يتحكم وأنه يعني يدير أمور الشعب المصري، كمان الشعب الليبي بيعمل ده. ما بيتهاونش في أنه يرجع الحقوق لأصحابها مدام تخصنا، ومدام في جيران وفي ناس مسلمين، اكيد بيدافع عن الارهاب، بيدافع عن الارهاب بره وجوه. متهيألي يا محمد الامر واضح جدا لكل العالم. بص يا ابراهيم، انا عايز ابدا بس اقول مساء الخير لكل المشاهدين. الموضوع بتاع الملف الليبي والازمه الليبيه دي حاجه مش باختيارنا، دي حاجه تامين للامن القومي المصري. تأمين الأمن القومي المصري وبطلب من الشعب الليبي والقبائل الليبية، وده بيخلي مصر، مصر كبيرة أصلا طول عمرها، كبيرة في المنطقة وكبيرة، هي من أكبر الدول العربية وأهم الدول العربية، وعندها يا ربنا يحفظ جيشنا يا رب. فاللي أنا بتكلم عليه إن الموضوع ده، موضوع الملف الليبي، مصر بتتعامل معاه بحساسية وبخبره دوليه كبيره. انت ليه واضح معانا يا محمد كلاما في الصور السيد الرئيس وهو مجتمع بالقبائل الليبيه؟ ايوه القبائل الليبيه، لان هو النهارده هم اللي طلبوا يقابلوا الرئيس عشان يقعدوا ويشوفوا ويتكلموا ويقولوا لمصر. الرئيس النهارده وجه كلام واضح، قال للشعب المصري والشعب الليبي شعب واحد، امن واحد، وحده واحده. كلام واضح، واحنا مش هنسمح باي اذى للاشقاء الليبيين ولا اي حاجه تضر امننا القومي. خليني اقول لك، انا اظن يعني الرساله واضحه للعالم كله. يعني يمكن انا شايف في الصوره وفي الصور اللي موجوده على كل المواقع صوره واضحه للعالم كله ورساله واضحه للعالم كله، انه الشعب الليبي والقبائل الليبيه بتقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل في شؤوننا، واحنا على هوانا وحابين الحمايه الشرعيه للمواطن الليبي. متهيألي رسالة بالزبط واضحة. بص كمان العبارة ايه؟ شعب واحد مصير واحد، يعني حتى الشعار شعب واحد مصير واحد. فده ودي كمان رسالة لكل العالم، ان مصر ما بتتدخلش في شأن حد، هم اللي جايين طالبين كأشقاء ان انتوا تحمونا من التدخل الخارجي. خليني اقول ان مجنون بيحاول يلعب في المنطقه. خليني اقول انه السيد الرئيس قال رساله واضحه ورساله صريحه مهمه، قال ان الجيش المصري اقوى جيوش المنطقه واقوى الجيوش في افريقيا بل والعالم.
فعلا الجيش المصري مصنف عالميا، كان يعني الاعداء وال يعني مش عايز اسميهم غير ان هم الارهابيين كانوا دايما بينكشوا في فكره انه الرئيس بيشيل سلاح، تشكيك في كل حاجه، تشكيك عندنا بنشكك، احنا عندنا في ناس اصلا كده مطبلاتيه يشككوا في اي حاجه ويتكلموا على اي حاجه، ولما يلاقونا بننجح ولاقونا بنتقدم ولاقونا بنحمي نفسنا، عارف في ناس كده ابراهيم جه الوقت النهارده اللي عرفنا انه السيد الرئيس كان بيعمل وبيأمن المواطن المصري بل والمنطقه، المنطقه كلها كان بيأمنها بانه بيشتري افضل واحدث انواع الاسلحه. النهارده عرفنا قيمه ده. خليني اسالك يا محمد واقول لك، كلمني عن تقل السيد الرئيس في علاقاته الخارجيه كمان. مصر اتغيرت تماما في السياسه الخارجيه بتاعتها، تحس بتقل دلوقتي في اي حاجه، ترامب، ماكرون، جونسون بتاع بريطانيا، مصر ليها تقل. وزير الخارجيه بتاعنا وزير خارجيه بيتكلم بشكل كويس جدا، كل دول العالم هي اللي بتكلمنا امبارح. لا انا عايز اقول لك بس هنا اقطعك بقى ابراهيم، علشان الملف الليبي ده مصر بتلعب فيه او بتتحرك فيه بشكل صح جدا. اول حاجه انت دلوقتي امبارح زعماء دول العالم كلها بتعرف اخبارك من مصر، بتتكلم مع مصر. امبارح الرئيس استقبل تليفون اتصال هاتفي من ماكرون، اتكلم فيه على ان مصر ان فرنسا بتساند مصر في جهودها مع الفصائل الليبيه لجمع الشمل الليبي ورساله سلام، وفي نفس الوقت مع مصر في تامين حدودها وتامين الشعب الليبي. تاني رساله واضحه من العالم كله. تاني النهارده برضو سامح شكري كلم وزير خارجيه ايطاليا واتكلم معاه ان ايطاليا في بعض المعارضه من ناحيه الموضوع اللي هو الازمه الليبيه، في بعض اختلاف وجهات النظر، وضح وجهة النظر المصرية وقال ما فيش مساس بالأمن القومي المصري، جئنا للحفاظ على الشعب المصري والليبي. رسالة واضحة بالظبط، واضحة وما فيهاش كلام. وتاني حاجة مصر تقيلة، كله بيسمع لما تيجي تطلع تتكلم، حد عايز يعرف أي حاجة بيعرفها من مصر. طيب. بيعرف من السياسة الخارجية المصرية الواضحة الصريحة دايركت زي ما بيقول. أخبار كتير قوي الفترة دي يمكن بنتابعها في الأمن القومي المصري وفي حياتنا الخارجية، منهم برضو يعني الشغل الشاغل للمواطن دلوقتي والكلام والحديث عن سد النهضة. إيه اللي بيدور؟ السد اتملى، ابتدى ملئه، لا في تكذيب للأخبار، أخبار كتير قوي. يعني أولا هي رسالة واضحة مني للناس إنه عايز ترجع، ارجع للمواقع الرسمية في الحديث عن هذا الشأن، ارجع للصفحات المنسوبة لهيئات ومؤسسات وجهات، انما ما تاخدش اخبار متفبركه لانه في اصحاب الشر زي ما قال السيد الرئيس، وهدفهم التشتيت وهدفهم التشكيك. اخبار النهضه ده بقى يضحك، موضوع يضحك. مره واحده كده يجي يقول لك عاجل وزير الري الاثيوبي يقول بدانا في ملء السد، ما فيش بعدها ب10 دقائق يطلع تكذيب لملء السد الاثيوبي. طب احنا نصدق ده وزير ري اللي طلع قال فيعني، وبعد كده طلع نائب والوزير قال لا احنا ما بنملاش السد، وبعد كده تيجي رويترز تنشر صور بتبين ان السد بيتملي. يا جماعه فين الشفافيه؟ انتوا بتتعاملوا معانا هو بيحسبونا ان احنا مش فاهمين؟ يعني احنا مش مصر طلعت بيان واضح وصريح، قالت يا جماعه احنا بنطالب الحكومه الاثيوبيه بتوضح موقف، احنا مش عارفين. راح تطلع الحكومه الاثيوبيه بشكل قالت لا احنا ما بدأناش بملء السد. طب احنا يعني نصدق ازاي؟ نعرف ازاي؟ ليه عدم الوضوح؟ مصر بتتعامل منها كبيرة ومش هتتنازل عن حقها او حصتها في مية النيل، والكلام كان واضح ورسالة واضحة، احنا ماشيين بالطرق الدبلوماسية ومصر بتتعامل في الملف ده بحنكة دبلوماسية. انا شايف انها بتعمل بحرص شديد طبعا، حتى لا تلام امام المجتمع الدولي طبعا، بتستنزف اخر قطرات في الملف من الصبر، من الحكمة، من التريس، علشان زي ما بيقولوا كده يكون عدانا كل العيب. حق الشعب يا إبراهيم هنا بقى، حق الشعب هو هنا، مش انت بتدافع عن حق الشعب المصري، ده حقنا فاحنا وكلنا. يعني انت مش ملاحظ حاجة يا إبراهيم؟ ان احنا دلوقتي يعني الأزمة الليبية وسد النهضة في نفس التوقيت،
حاجة يعني زي ما يكون المؤامرة مكتملة الأركان على مصر، دي حاجة. الحاجة التانية الشعب دلوقتي لما تيجي تتكلم معاه فاهم، الشعب واعي وواقف ورا القيادة السياسية. ما بقاش في خبر بيغيب دلوقتي عن المواطن. أيوه. بوجود السوشيال ميديا ووجود المواقع، وكلنا عندنا تليفونات عليها يعني مواقع تواصل اجتماعي، الأخبار بتنتشر منها الكاذب ومنها الصحيح. إنما في الآخر نثق في إدارة مصرية، نثق في سياسة وقيادة سياسية ناجحة، أثق تماما. خليني أديكم مثال يعني يحضرني صديقي محمد العزاوي في هذا المثال. فاكرين طبعا وما غبناش لسه عن أحداث كورونا اللي هي بقى لها يعني شهور وعشنا فيها 3-4 شهور كنا في أزمة. نفتكر كده كان فيديوهات عندنا ومنشورة دايما على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بتبين المواطن في أوروبا قد إيه كان بيجري وفي خناقات في السوبر ماركتات ومحلات السلع الغذائية، وهم بيتهافتوا على البضائع اللي خلصت. أوروبا اللي احنا دايما المواطن بيقول أنا عايز أعيش الحياة الأوروبية، المواطن الأوروبي جري على السوبر ماركت والهايبرات الكبيرة والمجمعات الكبيرة اللي فيها سلع غذائية وكانت فاضية. كان في أزمة وقت كورونا على العالم كله. تعال نشوف في مصر ونشوف خبر من وزير التموين. وزير التموين بقى يعني قبل ما ادخل على خبر وزير التموين، انا كان لي اصحابي بره في فرنسا وفي المانيا يكلموني في ازمه كورونا، الحق الازمه هتجيلكوا كمان اسبوعين، انزل السوبر ماركت شيل لك شويه حاجات وبضع لك شويه حاجات وحطهم علشان هيحصل كذا، احنا دلوقتي عندنا رفوف فاضيه. فانا مش ما كنتش مصدق ان ده في المانيا وفي فرنسا وفي دول اوروبيه وبيحصل كده. جات الأزمة ما حسناش بده خالص إبراهيم، خالص. صح. مش موجود. كان دايما بيشككوا برضو الناس يعني الكذابين كتير تلاقيهم في كل مجتمع قوي في حاجة يقولك إلحق انزل اشتري زيت إلحق. أيوه. أنا شايف في الشارع حتى عربيات السلع الغذائية بتاعت القوات المسلحة وهي موجودة في الشوارع وأمان. فيها بضايع. أيوه. وما عليهاش زحمة. مظبوط. معناه تعرف إن ده مؤشر كبير إن كل السوبر ماركت البقالة موجود فيها سلع. طب تعالوا نبص بقى وزير التموين بيضيف لنا ايه جديد، في ايه جديد بقى؟ مليون بقى فرض على بطاقات التموين، وبيعملوا في السادات اكبر مصنع او مجمع للصناعات الغذائيه. فاكر شركه اها لا خليني اقول الاول يعني وادوس شويه على اضافه مليون مواطن على بطاقات التموين، امر مهم جدا، امر كان الناس بتشتكي من قبل كورونا كده لو تفتكروا، انه اصل احنا اتشالنا من التموين واتشالنا من البطاقه. وفي ناس كتير كانت بتقول في حالات كانت بتجي لنا حالات كتير قوي بنتابعها بيقولوا اصل اكتشفنا وقالوا لنا في عربيه عندنا في المرور باسمنا وخلافه، وتلاقي حالات كتير كانت لا تستحق. النهارده لما وزير التموين يطلع يقول بضيف مليون مواطن على بطاقات التموين يستحقوا الدعم ودعم الدولة، النهاردة الدولة بتبص لك شايفاك مش بعين الرأفة بعين الحق، انها بتقول لك احنا جنبك هتاكل وتشرب وتطمن. فكرة مهمة جدا. طبعا طبعا. وكمان اللي عجبني في الموضوع لما تيجي تبص على تفاصيل الخبر، ان دلوقتي خدوا 100 تخصيص 144 ألف متر في مدينة السادات لعمل أكبر مجمع للصناعات الغذائية. الفلوس دي ممولة منين بقى؟ من صندوق مصر السيادي. يعني بص بص بقى الجمال والتنظيم، هو دلوقتي بقى فيه استراتيجية واضحة، فيه خطة واضحة، صندوق مصر السيادي بيمول ايه علشان نوصل لايه، ويبقى فيه اكتفاء ذاتي ويبقى فيه صناعات مختلفة. فكرة اكتفاء الذاتي فعلا توصل لاكتفاء ذاتي. فكرة الاكتفاء الذاتي لما تحس ان القيادة السياسية او قيادة الدولة ووزارتها بتفكر دايما انها تأكل الشعب المصري بدون استيراد، امر مهم جدا. تعمل مصانع لكل السلع الغذائيه كانت فكره مهمه جدا، كانت غايبه عننا، كنا بنستورد تقريبا كل حاجه، عشنا فترات كتير بنستورد حتى الالبان، بنستورد الجبن، بنستورد كل حاجه. النهارده لما يكون الصنف اللي بتستورده هو صنف للترفيه، النهارده تحس ده في السوبر ماركت، تحس ده في البقاله، تحس ده في كل المجمعات الاستهلاكيه، ان عندك سلعك بكل انواعها ومع اختلاف كمان اسعار. النهارده فكره المنافسه
كان تاني حاجة غير المنافسة، عايز أرجع بس للناس أو للجيل بتاعنا، كانت قهى وقتفينا دول شركات العصير من أحلى العصير اللي كنت تشربه. دلوقتي بدأوا يرجعوا للبراند القديم، يبقى فيه جودة وفي نفس الوقت يبقى فيه مودرن، يعني تطوير للصناعة وفي نفس الوقت الجودة بتاعت زمان. أنا عاجبني جدا الفكر في الموضوع ده. وتاني حاجة، المجمعات الغزائية دي حاجة جامدة جدا جدا إبراهيم. برضو كان طبعًا في خبر بزيادة المجمعات الاستهلاكية في كل في جميع أنحاء الجمهورية. الحي مثلا اللي فيه 5 أو 10 مجمعات استهلاكية، لا هيبقوا 20. اسمها مناطق لوجستيه. مناطق لوجستيه يعني ايه؟ مناطق لوجستيه مناطق لوجستيه يعني فيها كل الصناعات الغذائيه المتوفره. مناطق للمناطق مجمعه لتصنيع بالظبط. دي بيسموها مناطق ايه؟ لوجستيه. عشان بس المواطن كمان يفهم. ايوه. فكره الزياده كانت زي ما بقول لكم فكره مهمه جدا للمواطن المصري، انه يحس انه مش واقف في طابور. كان دايما بيحس بالخطوره اول ما يقف في طابور علشان يشتري سلعة، يبتدي القيلة والقال، يبتدي الإشاعات تطلع. النهاردة لما تطلع صفحات رسمية من الوزارات وتوقف حجم الإشاعات ده أمر مهم جدا. متهيألي رصد الإشاعات دلوقتي، يعني المتحدث الرسمي أو المستشار الإعلامي للمجلس الوزراء هاني يونس، هو زميل صحفي، الراجل أي حاجة بتطلع يروح طالع. محمد خليني أروح لخبر سريع. إيه؟ انا عايز اقول لك انه متناول على السوشيال ميديا دلوقتي اخبار عن الاطفال والابليكيشن والعاب خطره، واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. خليني اخد اتصال من احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب. برحب بيك الاول ومساء الخير عليك. اهلا وسهلا بسنور. معاك ابراهيم مختار ومحمد العزاوي. اهلا وسهلا منورين. سهرناك الاول، احنا اسفين وبنعتذر لك. لا يا فندم، احنا سهرانين تحت امركم. ايه اللي بيحصل من افكار واشاعات بتواجه الاطفال اولا من مخاطر؟ طيب خلينا نقول ان احنا من بدايه الامر ان في تطبيقات موجوده على السوشيال ميديا. هذه التطبيقات بيبقى فيها منها بقى العاب ومنها تطبيقات باكونتات مستعاره، ممكن ابلكيشن يعمل هاكرز عليك. بمناسبه ان حضرتك بتتحدث عن موضوع هو الاهم، وهو اللي هي الالعاب الخطيره على الاطفال. الالعاب الخطيره دي على الاطفال احنا حذرنا منها مرارا وتكرارا وقلنا لابد من الاسر. انا اسف، انا حابب اعرف الناس احمد بيحة، عارف عايز اعرف الناس انه في فكره جديده او لعبه جديده وهي ترند دلوقتي، يعني هي حاجة شائعة جدا، فكرة الأطفال وشنق نفسهم بمجرد لعبة شايفينها بيقلدوا. يا أحمد بيه، يعني هو المشكلة بتاعت الابليكيشن التقليد، هذه الألعاب بتشكل خطورة داهمة على الأطفال. ونرجع ونقول إن السوشيال ميديا مجتمع مفتوح دلوقتي في العالم، دي تطبيقات بتنزل من على مستوى العالم. الحقيقة يعني جهاز قام لتنظيم الصلاه له دور كبير جدا في متابعة ومراقبة دوت، والتطبيقات اللي بتشكل خطورة والتطبيقات اللي بتشكل خطوره بيحاولوا ان هم طبعا يواجهوها. ولكن على الجانب المقابل بتلاقي بعض الاطفال او الكثير من الاطفال هم بيخشوا على هذه التطبيقات ويجيبوا الالعاب ويحسوا بمتعه رغم ان هي العاب عنيفه وفيها عنف شديد، يمارسوا هذه الالعاب. بتاثر عليهم بطبيعه الحال، زي انت عندك مثلا الطفله اللي عندها 4 سنوات في اسيم وموتتها او خنقتها طفل عندها مزبوط 12 سنه مزبوط. ده موضوع لابد ان احنا نحط حضراتكم ندق ناقوس الخطر فيه. طب عملنا ايه؟ خلينا نخاطب الشعب بنوابه، عملنا ايه؟ طيب خلينا اقول لحضرتك الاول، هذه مسؤوليه قبل ما نتحدث، مش مسؤوليه الاسره اصلا ان هي تتابع اطفالها وابنائها واولادها على السوشيال ميديا. يعني دي الرقابه رقم واحد، امر طبيعي. تمام. احنا عندنا انا بقول لحضرتك كجهاز قومي لتنظيم الصلاه، وفي تنسيق كامل بين اللجنه وبين الجهاز في ده. معظم التطبيقات اللي تحت اشرافنا او تحت اشراف الجهاز القومي لتنظيم الصلاه ما فيش فيها خطوره. في تطبيقات بتيجي من بره يا فندم، في تطبيقات بتيجي اللي هي فيها خطوره. ما انت برضو انت لا تنسى اننا في حروب الجيل الخامس دلوقتي. صح. خلاص مع عايز تقول لي انه رقم واحد في المنظومه هو محافظة ورقابة البيت. الله ينور على حضرتك. لأن أصبح بالمناسبة فندم أنت الآن بتتحول لمجتمع رقم. لابد يعني أنت شائينا أم أبينا، وكورونا كانت تجربة ده فرض. صح.
لمجتمع رقمي، خلاص انت شهور بسيطه مش بنقول. قصدك ان دي سلبياته ودي نتائجه السلبيه. ده بقى يا احمد بيه، الله ينور عليك، ده يخليني افسر كلامي صح. لان يخليني اسالك على حاجه يا احمد بيه، انا معاك في الكلام ده، بس انا مثلا اقول لك على تجربه بسيطه جدا. لما كنت في امريكا اشتريت مثلا تابلت مخصص للاطفال، التابلت ده ما بيدخلش على حاجه، يعني لازم سن معين. في الكلام برضو يا ده ممكن لحظه واحده بس عايز اقول على حاجه. انا قصدي على ان انت ممكن باعتبارك انت في لجنه البرلمان، لجنه التكنولوجيا في البرلمان، احنا ممكن اللجنه دي تبقى حاطه حدود معينه للاطفال، ان في ابلكيشنز ما يتمش داونلود ليها. حبيب قلبي بص، انا هقول لك حاجه، لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من يعني انا توليت رئاسه اللجنه في من 2018، وكنت قبل كده وكيل اللجنه لمده ثلاث سنوات. أيوه مظبوط. فانا من بدايه دخول البرلمان وانا الحمد لله اتشرفت ان انا في لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات من البدايه خالص. عاوز اقول لحضرتك من البدايه وبدا السوشيال ميديا تنتشر بشكل كبير جدا على مدار السنوات السابقه، حتى اصبح دلوقتي خلاص ال 100 مليون مصري على السوشيال ميديا، الاطفال عندهم 3 سنين على السوشيال ميديا. لابد ان احنا نتواكب مع ده كلجنه تشريعيا ورقابيا. تواكبنا على فكره، هناك مخاطبات من 2017 بيننا وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهناك تنسيق كامل على فكره وبيتم الاستجابه، لان احنا اللجنه اللي بتعبر عن نبض الشارع، وهناك على فكره الشركات ملتزمه بده بالتنسيق مع الجهاز القومي. مفيش تطبيقات فيها خطوره، التطبيقات اللي فيها خطوره بتبقى من بره من الخارج، وده وارد في كل الدول مش في مصر بس. احنا عندنا بس ينقصنا قصه التوعيه، ان احنا ننبه اولادنا ونقول لهم ارجوكم ما تدخلوش على تطبيقات مجهوله، لان هذه التطبيقات المجهوله يا اما يخش يعمل هاكرز على الايميل بتاعك ويقتحمك وشكرا، يا اما ينزل لك لعبه للاطفال. خد بالك، هو عارف الاطفال اللي بتستخدم هذه، بالمناسبه بس هو مش عبيط، هو عارف الاطفال اللي لها هوايه الالعاب دي فبيظهر لها. هو من التارجتين. هو دلوقتي تقريبا مواقع التواصل الاجتماعي كلها دلوقتي بقت عندها فكره الحصر والبحث. مظبوط. بقول سعادتك، مش ملاحظ مثلا لو انت في دماغك هاوي قصه العقارات والبحث على، فبتلاقي دايما عقارات قدامك. هو قاري الاطفال. صح، هو قاري الاطفال. صح. هذه التطبيقات، وانا قلت لحضرتك في البدايه ان انت امام حروب الجيل الخامس. صح. مش الرابع، الخامس خلاص. وخد بالك بيحصل ده كمان يا حبيبي، بيحصل من كل فتره للتانيه يطلع لك ظاهره جديده، فكره جديده تخترق الاسر والاطفال وغيره. دي حقيقه وما زال. وخد بال حضرتك، احنا ده يعني يمكن قبل والله الواقعة اللي حصلت دي، احنا دقينا نقص الخطر من كام اسبوع، والجهاز القومي طلع بيان كمان وقال فيه للاسر في بيان ان ارجوكم يعني تابعوا ابنائكم وتابعوا اولادكم وابتعدوا تماما عن، خليهم يبتعدوا تماما عن ممارسه او تحميل الالعاب اللي فيها خطوره داهمه. الاطفال يعني ما يلعبوش. حضرتك انت بتشوف دلوقتي لو عندك اطفال هتلاقي مثلا ال 10 سنين قاعدين بيلعبوا العاب لعب نار ودم. طب خليني اسالك سؤال مباشر، هل في عقوبات ممكن نوجهها للي يستعمل ده او غيره مثلا من مناقشه امور في مجلس الشعب؟ دي بص، احنا عملنا يعني عملنا قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه، وعملنا قانون حمايه البيانات الشخصيه. قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه، هو حدث انت بتمارس لعبه، هي دي جريمه انت اللي بترتكبها، مفيش جاني ارتكبها. يعني انت حضرتك انك تخش كطفل مثلا او ترتكب تخش تلعب لعبه خطيره داهمه، دي انت اللي بترتكبها. انما هناك فرق بقى، خلينا نفرق لحضرتك ما بين العاب العنف والجريمه الالكترونيه على السوشيال ميديا. الجريمه الالكترونيه على السوشيال ميديا لها عقوبه دلوقتي وبدات تتنفذ بشكل كبير. شايف حضرتك طبعا خلال فترات فاتت السيد النائب العام القرارات الاخيره، وبدا تطبيق تنفيذ مواد القانون. انت شفت حضرتك الحاجات اللي كانت الاعمال المنافيه للاداب اللي ارتكبوها بعض الفتيات. ايوه مظبوط. على التيك توك ده تطبيق قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه اللي احنا عملناه. احنا عايزين نقفل التيك توك ده خالص. يعني طبعا بس انت داخل على، يعني ما ينفعش نقفل لان احنا داخلين على مرحله زي ما قلت لك تطور تكنولوجي، ولكن فكره الرقابه. يا ريت توقف في حته فيها شبكه احمد بيه، هو تقريبا التليفون فيه مشكله. كده راجل في البيت دلوقتي. لا ده كان عنده مساعد وزير الخارجيه فيها مشكله، مساعد وزير الداخليه عنده مشكله بيحلها لاهالي الناس عنده. هو معانا يا جماعه كلاني معانا لسه على الاتصال ولا اتكلم يا ابراهيم عن موضوع مهم قوي لغايه اما يجي لنا تاني. خلينا الموضوع مهم اذا رجعنا له. الو ايوه معاك يا احمد بيه. معاك يا احمد بيه. انا معاك، انا سامع حضرتك. طب كويس.
عاوز اقول لحضرتك ان الازمه الكبيره لو حضرتك تابعت الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات يوميا، الجريمه الالكترونيه زادت بشكل كبير جدا على الجريمه الجنائيه. صح. الجريمه الالكترونيه اصبحت الان وما تتخضش من الرقم اللي اقوله لك، البلاغات وصلت في اليوم الواحد من 80 ل 120 بلاغ في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات. ودي نقطه في منتهى الخطوره. طبعا. انا هنا بقى يقودني بقى لحاجه. اولا انتوا عاملين مجهود جبار في اللجنه، يعني انا متابعك وانت عارف ان احنا يعني متابعينك كتير. طبعا اخ وزميل غالي يعني. ربنا يخليك يا حبيب بيه. فاللي انا قصدي عليه ان انت دلوقتي اولا قانون حمايه البيانات الشخصيه ده يهمني جدا، وصلتوا فيه لايه؟ عملتوا فيه ايه؟ اتفضل يا حبيب قلبي. معلش انا عاوز اسمع السؤال تاني. معلش بتاع قانون حمايه البيانات الشخصيه. طبعا احنا الحمد لله عملنا قانون زي ما قلت لك، القانون الاول، والحمد لله انا شايف يعني والمواطن شاف، لان هذا القانون بيحمي المجتمع الحي من الجريمه الالكترونيه، قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه، وده صدر. عندنا القانون الثاني وقانون حمايه البيانات الشخصيه، ده صدر والمجلس وافق عليه بالاجماع ومنتظرين عليه تصديق السيد رئيس الجمهوريه. هذا القانون طبعا تعرف طبعا خلينا نتفق ان خصوصيات المواطنين بيتم اقتحامها بشكل كبير جدا. ايوه مظبوط مظبوط. هذا القانون بيواجه ده. وعلى الجانب المقابل الاستثمارات في صناعه تكنولوجيا المعلومات خلال الفتره اللي جايه هو الاستثمار الواعد. فهذا القانون ايضا بيشجع بشكل كبير جدا على زياده وضخ الاستثمارات الجديده في صناعه تكنولوجيا المعلومات. انت حضرتك مثلا كنت بتلاقي، ممكن حد يقول لك يعني ايه حمايه البيانات الشخصيه؟ انت بتلاقي على تليفوناتك رسائل كتير جدا من ارقام وشركات وهميه انت لا تعلم عنها شيء، وازعاج على مدار 24 ساعه. مظبوط مظبوط. هذا القانون بيواجه ده، يعني زي ما بنقول بيواجه اقتحام خصوصيات المواطنين بشكل كبير جدا. هذا القانون بيضم 59 ماده زي ما قلت لحضرتك. طبعا الحمد لله من القوانين التي تم الموافقه بالاجماع عليها في الجلسه العامه بعد ما ناقشتها لجنه الاتصالات. خليني سريعا اسالك كده، ايه اقصى العقوبات ايه في القانون؟ طيب احنا عندنا حسب الجرم وحسب الفعل. اذا كان يعني انا هقول لك حاجه، لا انا عايز مثال بسيط الى ان يعني تشرفنا سيادتك في حلقه ونتكلم عن القانون كاملا. انما انا عندي مثلا، اتفضل اتفضل. انما عايز في عجاله ننوه الناس انه اقصى العقوبات ايه اللي موجوده في القانون مثلا. يعني حضرتك اقصى العقوبات طبعا الشائعات والاكاذيب والافتراءات وتعريض يعني وتضليل المواطنين، دي عقوبات بتصل فيها طبعا حسب اذا مثلا افرض انت عملت شائعه على السوشيال ميديا. تمام. فيها تضر الامن القومي، لا قد تصل فيها العقوبه اضرار الامن القومي. تمام. تصل العقوبه فيها يعني تختلف الواقعه قصدك في العقوبه بتاعتها كونها شخصيه ولا بتخص المجتمع العام. الله ينور على حضرتك. تمام. عندنا مثلا عقوبه وهي دي اللي منتشره بقى، تركيب الصور للفتيات وتشيرها على السوشيال ميديا. دي أزمة كبيرة. صح. دي بقى احنا عدلنا فيها، دي كانت جاية القانون كان جاي من الحكومة، كان في غرامة وعقوبة مثلا سنة. احنا كلجنة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات واتفق معانا طبعا الحكومة في ده، ان احنا نوصل العقوبة وتبقى سلطة تقديرية للقاضي حسب الفعل وحسب الجرم لسبع سنوات. صح. في اعراض بنات ويستحق. أنا أتفق معاك في النهاية. عايز أتكلم بقى في المصطلحات القانونية بقى، أدخل بحاجة أحمد بيه. أنت أصلا طول عمرك محرر حوادث يعني، وابراهيم محامي، فداخلين بقى مصطلحات قضائيه رايح جاي. انا مش قدكم في القضاء. هو بيفسر كلامي ما شاء الله. صح. ايوه مظبوط. انت ماسك يعني ربنا يعينك من اهم الملفات اللي موجوده دلوقتي في الساحه هي التكنولوجيا المعلومات. بجد ربنا يعينك على الملف. بشكرك جدا يا احمد بيه. شكرا احمد بيه لوجودك، ويعني لازم تشرفنا في حلقه انا ومحمد العزاوي عشان نتكلم عن تفعيل القانون وقد ايه نوجه الناس لخطوره الموقف. بشكرك جدا ومساء الخير عليك. شكرا وبحييكوا على مناقشه يعني هذا الملف المهم. شكرا يا احمد بيه. شكرا يا احمد. الموضوع فعلا مهم جدا جدا. ازمه ناخد عنه حلقات، هنتكلم عنه حلقات كتير. رحيل الاكتر، لا موضوع ما يخلصش فيه حلقات، يعني عايز سلسله من الحلقات. في خبر بقى عايز اقول لك عليه. خبر كده يعني يبين ان اصحاب الشر او اصحاب النظرة السوداوية لمصر رايحين لفين. النهاردة في الأردن صدر حكم بأن جماعة الإخوان الإرهابية في قوائم الإرهاب. كده جماعة الإخوان بقت في 5 دول عربية في قوائم الإرهاب.
يعني حتى أمريكا وأوروبا دلوقتي بدأوا، فرنسا دلوقتي بتعد قانون لحظر الإخوان المسلمين أقول لك وعدم أنا على خبر دخول شخصي بقى الكوادر بتاعتها للدولة. بمناسبة الخبر ده بدأوا يشوفوهم. أقول لك على مناسبة الخبر اللي أنت بتقوله ده، أظن وأؤكد أن مصر أظهرت مدى خطورة الجماعة الإرهابية وبينت حقيقتهم للعالم، لذلك العالم خد أحكامنا كمبادئ للقانون مظبوط انه يصدر احكام ضدهم. ايوه وده كان خد بالك يعني كان الـ 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 مش القياده السياسيه بس، حتى القضاء المصري حين اصداره لحكم رسمي بانهم جماعه ارهابيه اثبت للعالم كله انه بيحارب ارهاب كبير قوي. و 30 يونيو كشفت الاخوان وبينت قد ايه الشعب المصري كشف كذب الاخوان تعبنا قوي من الاخبار دي بقى. كفايه الاخبار، تعبنا من الاخبار الجامده شويه بس. تعالى كلمني بقى كده، انا سمعت وقع وكنا عاملين بنتكلم على يعني في الكواليس زي ما بيقولوا، عن خبر كده فتحه معايا محمد العزاوي بيقول لي تخيل في راجل متجوز تقريبا 39 مره مخلف 94. قلت له ايه ده، ايه الرقم ده؟ يعني الاول خليني اسالك الراجل ده، بص الراجل ده بقى، الراجل ده حكايه اسطوره يعني. الخبر ده شدني جدا وعمل ترند يعني. متجوز 39 واحده وعنده 94 طفل وطفله وقاعدين في عماره من 4 ادوار. الناس يعني حتى صور العماره اهو، اكبر عيله يعني، اكبر عيله. بص الصوره عامله ازاي يعني. هم مش مكفين، انت عارف بقى اللي حواليهم دي مزارع هم زارعينها عشان يعملوا اكتفاء ذاتي. يعني الراجل عامل دوله مين؟ الراجل عامل دوله ويقول لك ايه بقى يعني، علشان بس ابراهيم يعني بيظلم الجنس الناعم. لا 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 ده ليه كلام كتير بس خليني اخلص خبرك بس الاول. اسمه زيونه ده. الراجل ده بيقول لك ان الراجل الهندي ده بيقول لك ان انا مبسوط ان الست دخلت حياتي، انا مش مصدق. ايه 39 ست اتجوز 10 في سنه واحده، 10 ستات اتجوزهم في سنه واحده. الاجمل من كده ايه بقى، ان الراجل بعد ده كله بيفكر يسافر امريكا علشان يتجوز تاني، يجدد التجربة ويعمل مستعمرة هناك. طب خليني بقى بتظلمه يعني انت الخبر، بتظلمه. الخبر ده اداني لحتة مهمة جدا. وعدتكم ان احنا نتكلم عن فقرة كاملة للرجال فقط، مش عايز اقول للرجال فقط صريحة، بالعكس يعني يمكن كلامي حتى للانثى هو للرجال فقط موجه لفكرة الراجل، انما النهاردة كلامي موجه لكل الأسرة بكل طوائفها. الخبر وداني الفكرة غريبة قوي، فكرة القائد. حتى لما كان محمد بيسرد الخبر بيقول رجل، فالرجل هنا هو القائد. مين اللي عمل كل اللي احنا شايفينه ده؟ يمكن حتى يعني أكلاني ورينا كده صورة البيت بتاع الراجل اللي عايش فيه، فكرة مؤسس البيت والصورة اللي هم حواليه فيها، وفكرة ان هو القائد في العملية دي كلها. أيوة. تعالى نرجع وناخد مصطلح قيادة الراجل. الراجل هنا بمفهومه ان هو قائد ورب البيت. ارجع بقى بالمنظور للمصري والست المصرية. من رأيي الشخصي اذا كان راجل البيت بيبني بيته على اسس سليمة هتطلع البنت متأسسة صح، هيكون بالتبعية جوزها هو القائد بعد ابوها. ابوها مش هيعيش طول العمر، مش هيفضل دايم لها، اكيد هيجي له يوم ويموت. هتنتقل الفكره من القياده للزوج، فكره الطاعه. زي ما الراجل دايما عليه حق كامل وهو الرفق والعطف والحنيه مع الست واجب عليها الطاعه طبعا. شايف من وجهه نظري فعلا فكره الطاعه هي الاسمى وهي بدايه الحياة السليمة. طبعا وكمان يعني دي حقيقة يعني الست المصرية برضو إبراهيم بتطيع زوجها. لا 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 يعني لا الست المصرية لا إبراهيم لا برضو جامد. خلينا لو سمحت يا كلاني هات لي الكاميرا، عايز أروح بعد إذنك. يعني النهاردة في مصطلحات كتير قوي بنسمعها من الستات، أكيد مش كل ستة مصرية بتطلع كل المصطلحات دي، بالعكس أكيد في ستات أفضل كتير جدا من أي ست في العالم بالنسبة للستة المصرية، إنما النهاردة في مصطلحات غريبة جدا بقت دارجة في قاموس الست. تلاقي إشمعنى؟ طب وإشمعنى أنت؟ طب وأنت مالك؟ ما أنا ليا شخصية. هو أنت متجوز جاموسة؟
في مصطلحات مش بتتقال من بعض الستات مش في مواقفها، حاجه غريبه، فكره غريبه جديده على اذهاننا، جديده على فكره الراجل. الراجل كقائد لبدايه الموضوع هو المفروض انه ما يتناقش غير في الاصول في نطاق محترم. فكره الثقافه ما بين الراجل والست فكره صعبه قوي توصلها لست هي معترضه وملهاش قائد. لما الست ما يكونش ليها كبير اكيد جوزها مش هيكون كبير. فكره دايما بنادي بيها طبعاً. الستات احترام الاسس لما تتبني على الاحترام اهم حاجه، دي طبعاً. اهم حاجه دي اللي يقوم عليها نجاح الحياه الزوجيه والعائليه هو الاحترام المتبادل، وعدم لو في مثلا نقاش بين الاثنين ما يبقاش قدام الاطفال ولا الاولاد في البيت. يعني الموضوع بمنتهى البساطة لازم زي ما قال نرجع تاني لإبراهيم، قال مين هو القائد، مين اللي هو بياخد القرار، هي ولا هو؟ لا هو بعد ما يستشيرها، بس هو بيبقى ليه القرار النهائي. من بعض الستات كده ليه القرار النهائي، انا هعمل كده وان كان عاجبك، وهي ملهاش حق. والله العظيم بسمع حاجات غريبة، بشوف حاجات غريبة. التيك توك لسه كان مكلمنا عليه احمد البدوي عليه مناظر غريبة، عليه اعتراضات، عليه حاجات من ستات غير سوية وبتعترض على الراجل. كانت فكرة غريبة جدا يعني بتلخفن دماغي بتلخبط، هي على حق ولا على باطل؟ بتلاقي خارج منها مصطلحات للراجل وكأنها راجل زيه. فكرة عشان كده كنت عايز اقول مش للرجال فقط او للرجال فقط، ما بقتش عارف اقول ايه. اكيد مش بعمم الفكرة، لان في حياتنا ستات كتير ناجحة، ستات كتير بتعرف تتعامل مع الراجل. فكرة التعامل مع الراجل دي فكرة مهمة جدا، ازاي توصلي لعقله. كلنا بنختلف عن بعض، صوابعنا زي ما بيقولوا يعني صوابعنا تختلف، حتى في ايد الواحدة الصوابع تختلف، فكل راجل ليه شخصية مختلفة. فكرة ان الست تعرف شخصية جوزها او صديقها او خطيبها ايا كان، هو بقى راجل في حياتها هو يعرفها برضه، يعني هو لازم برضه يعرف شخصيته. لا الراجل بقى عقله اكبر وبيعرف الراجل بيعرف برضه. خليني اخد خبر، يعني على فكره هرجع للستات تاني، كل حلقه هرجع للست وهقول ان انا هدي نصيحه. انا عايز بقى بعد الست ده اخد منك حاجه بقى. الموضوع بتاع التحرش ده، في يعني في شويه ناس مرضى نفسيين متخلفين بيقوموا بتصرفات انا يعني بستعجبها وبستغربها، وانبسطت جدا في الفتره الاخيره من التعامل بمنتهى الحسم من جانب القضاء والسلطات المصريه مع المتحرشين. اخرها كانت هنا الزاهد ماشيه بالعربيه، فنانه ماشيه بالعربيه طلعت عربيه نص نقل جنبها وحاولوا يوقفوها، صورتهم، الصوره راحت النيابه خلاص، جم وتحولوا للمحاكمه. هو ده اللي احنا عايزين. خد بالك ده كان قرار من العادة زي ما قلنا، يعني مفيش سلبية. دي 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 كانت رسالة فعلا بالزبط. يا محمد واضحة جدا اني عايز اقول لكل ست ما تخافيش بالزبط. راجل بيتحرش بيكي، انت اللي تخافي ولا هو اللي يخاف؟ واجهي هتعرفي تاخدي حقك وحق غيرك. مظبوط، يمكن انت ربنا جعلك سبب انك تاخدي حق غيرك. التحرش حتى باللفظ اسمه تحرش، وده تعديل، هو تدخل في الشأن، وده كمان بتعدلي سلوكيات واحد مريض نفسي، بتعدلي سلوكيات يا اخي. حتى لو ما تعدلش يتعاقب. يتعاقب طبعا. انا ما يهمنيش انه يتعدل، كان نفسي انه يتعدل من غير ما يتحرش، انما تحرش يتعاقب. حتى معانا صورة هنا ازاي، الناس كلها عارفاها طبعا. والله انا على المستوى الشخصي بشكرها فعلا، لانها ابتدت توجه الست للطريق السوي، وبنعلن دعمنا ليها. يعني احنا دعمنا ليها في كل اللي هي عملته ضد الناس. خلينا في خبر كان بيسيرك انت بره وبيضحكك وبتقول لي ترند، صوره مذيعه ويعني فيديو صغير كده، فيديو ست اوكرانيه فبتقدم البرنامج، فهي بتقدم برنامج سنتها وقعت، فانا يعني قلت غريبه جدا. فانا بوجه رساله لمعظم مقدمي التوك شو وابراهيم وانا اولهم، ان احنا نخاف على اسناننا اللي هي تقع من هنا قدام الهواء. يعني الست فيديو غريب يعني. بص راحت ماسكه سنتها وبعد والله كده والله مش عارف يا محمد ده كان طقم مثلا سنان ووقع، مش فاهم يعني لحد اللحظه دي انا مش فاهم السنه دي ازاي تقع لوحدها. بص تحس ان هي بتتكلم وبتتكلم منتهى تلقائيه، وراحت كانها متعوده على الموضوع، راحت ماسكاه كانها. ده ترند على تويتر صح؟ ترند جامد، عمل ترند، لقطه كوميديه جميله. خليني يعني يمكن هقول مش في الختام، انما في نهايه اخر الكلام النهارده اللي ما فيهوش اخر باذن الله،
خليني اطلب من كلاني ومن زمايلنا على الهوا جوه يحطوا ارقامنا على الشاشه لاهم فقره. انا شايف على المستوى الشخصي ان تعتبر بالنسبه لنا في النهايه هنختم بشكاوي وطلبات وخدمات الناس. طلبنا من كل الناس انهم يتابعونا مش عشان يتفرجوا، عشان نشاركهم الفكره ونوضح لهم مفاهيم غلط كانوا ممكن يعيشوها، وكمان لو لينا دور ان احنا نساعدهم بنتمنى ده. فهنطلب من كل الناس اللي ليهم شكاوى، ليهم استغاثات، ليهم طلبات في كل المجالات الخدمية، في كل التعاملات مع كل الوزارات احنا موجودين. وذوي الهمم تحديدا يا ابراهيم، احنا المره اللي فاتت قلنا فكرتني فعلا ذوي الهمم، احنا يبقى لهم عندنا يعني هنهتم بشكواهم جدا. طبعا الدوله دلوقتي حطهم في الاعتبار، بس احنا هنركز معاهم قوي يعني، ونتلقى شكاويهم والمجلس القومي للاعاقه، يعني احنا نتحدى الاعاقه. خليني اقول محمد، ارقامنا موجوده دلوقتي، الناس ما تترددش بالظبط باذن الله. كل حاجه هتتسجل، كل حاجه هتتابع، كل حاجه هتتشاف، وهنرجع للناس وهنحاول. محمد لفت انتباهي وفكرني بجزئيه مهمه جدا، اكيد مش ناسينها ومش هننساهم فعلا، اصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. يعني كانت مقولة صادقة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فكرة أصحاب الهمم، هم ناس أفضل مننا، قد يكونوا أفضل مننا ألف مرة كمان. مظبوط. ليهم إرادة وليهم حياة وليهم مجتمع. إحنا بنقول لهم دخلونا مجتمعكم، عايزين نعيش معاكم حياتكم ومشاكلكم نحلها. لو في اي تعامل برضو في بعض الناس برضو اللي انا برجع اقول الغير اسوياء، ان يسخر منه او يتكلم منه، في حين ان الواحد اصلا بيجيله شط صداع بقى تعبان، انما ده واحد بيتاقلم مع حاجه فيه وبيبقى بيستخدمها، بدل ما تبقى نقطه ضعف تبقى نقطه قوه. احنا هنساعدك وهنقف جنبك، ان بدل ما تبقى نقطه ضعف تبقى نقطه قوه ليك وللمجتمع. مفيش حاجه اسمها عندك اي مشكله، بالعكس احنا هنحاول معاكم ان شاء الله ان احنا نحل اي مشكله ونوصل صوتكم للمسؤولين. خلينا متهيألي برساله واضحه، خلينا من اول ما اعلنا عن الاتصالات خليني اخد اتصال الاول. استاذه ايمان مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا فندم. دلوقتي معايا ثلاث اولاد. سامعك. معايا ثلاث اولاد ودلوقتي مقدمه استكفاء القرار بقى لي سنتين ولحد دلوقتي ما خدتش. طيب اتعلن سبب انك ما خدتيش ايه؟ لانه اكيد موجود سبب. يقولوا لي لسه ما تستعجليش يا ماما، ما تستعجليش لسه بدري. قالوا لك ما تستعجليش؟ ما فيش حاجه اسمها كده. قالوا لك يا اما والله العظيم في الشؤون. انا بسالك، انا مش بكذبك يا مش هنفهم تفاصيل المشكله، بس انا مش بكذبك والله. الاول انت محافظه ايه؟ انا من حلوان. من حلوان، من القاهره يعني. طب قالوا لك ما تستحقيش علشان بتتقاضي معاش مثلا، او بتشتغلي في اي وظيفه، او متامن عليكي؟ ده هو قالوا لي اسمك لسه ما جاش. يقولوا لي اسمك لسه ما جاش. طيب خلينا نساعد بعض، هطلب من حضرتك تصلي بالكنترول يعني ما تقفليش اديهم من فضلك. نتواصل بس كده مع الكنترول مره ثانيه، تسيبي رقمك وبياناتك وباذن الله هنتواصل وهنعرف يعني نعرف سبب عدم صرفك. وهنحاول نحل المشكله يعني باذن الله. طبعا باذن الله طبعا هنحاول. محمد العقبي يزميلنا يعني. اتصال تاني من سمر من الاقصر. مساء الخير يا سمر. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت كام سنه الاول؟ انا عندي 24. صوتك صغير قوي، ازيك الاول؟ انا كويس الحمد لله تمام. وامورينا يا سمر؟ انا كنت ناخد تكافل وكرامه. تمام. وبعد كده وقفوني. انت محافظه الاقصر؟ الاقصر. اتوقف بعد كده. عملت توقفت وبعد كده عملت شكوى تاني. عملت تظلم قصدك؟ عملت تظلم صح؟ تظلم. وقالوا لها في تقارير من المستشفى، عملت تقارير وحددوا لي كوميسيون. طب ما قالولكيش يا سمر سبب الوقف ايه؟ ايه؟ ما قالولكيش توقف ليه المعاش؟ ايه السبب؟ ما مش عارف. في عندك تليفون يا سمر عليه نت؟ لا. طب ما فيش اي حد من جيرانك عنده تليفون؟ اخويا. طيب في موقع يا سمر، لو انت تبعت لنا هنبعت لك الموقع ده وبياناته، بتدخلي رقمك القومي بتاع بطاقتك، هيطلع لك كل التفاصيل والمعاش اتوقف ليه وايه سبب وقفه.
ممكن تعرفي ده وترجعي لنا؟ قلت لهم لو محتاجة كشف أنا ممكن نكشف يعني. السبب موجود على الموقع، الموقع بيسهل الأمور دي يا سمر وعليه كل التفاصيل، وتقدري تعرفي سبب وقف المعاش من غير ما تروحي لحد ولا تسألي حد. يعني ما تقفليش، روحي للكنترول، هم هياخدوا يدوكوا المعلومات وبعد كده انت هتدخلي تعرفي ايه السبب، وبعد كده نتكلم نعرف ايه السبب. بشكرك يا سمر لاتصالك، و مشكله كبيره بتواجه ناس كتير هي تكافل الكرامه، اصل المعاش توقف، اصل المعاش ما اتقبلتش فيه، انما كل الامور دي هنلمها، مش بس تكافل الكرامه، حتى الاعانات اعانات البطاله او ما هو موجود عن اعانات، وحديث وزارة القوى العاملة عن إعانات العمالة الغير منتظمة، كل الأمور دي هنتكلم فيها مع الناس. متهيألي مش هنسيب حق مواطن طبعاً. طبعاً. وهي الحكومة أصلاً الوصل. مركزة مع الفئات البسيطة والفئات المتوسطة، ده شغل الـ وتوجه الدولة. خليني أخد آخر اتصال، مستر محمد تقريباً من اسكندرية، صح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا محمد. أمورنا محمد. مش ليه شكوى خاصة يعني. طبعا. أنا يعني شكوى جماعية يعني من محافظة اسكندرية. خاصة ولا جماعية؟ لا دي مشكلة فندم، أنا شفتها بعيني يعني. أنا والدي توفى رمضان اللي فات دوت اللي فيه. تمام. أنا رحت مستشفى عندنا في اسكندرية اسمها مستشفى النيل يا فندم. تمام. أيوه. أقسم لك بالله العظيم يا فندم حضرتك يعني انت حضرتك، انا بتصل بحضرتك لان انا بثق في كلام حضرتك وكلام الاستاذ المحترم اللي معاك. رحت يا فندم مستشفى مفيش رعايه خالص يا فندم، منظر تخش. انا طيب. بقول لحضرتك بصراحه خليني اطلب منك البيانات، بياناتك خلينا ناخدها من الكنترول، تسيب بياناتك وهنعرف كل التفاصيل، وهنرجع وهنسال المسؤولين في اسكندريه والمسؤولين عن المستشفى ان كان التعليمي او ان كان تتبع وزاره الصحه، ونعرف ايه ملابسات الامر. بشكرك يا محمد جدا من اسكندريه. في شكاوى كتير قوي بتهم الناس. طبعا شكاوى في كل القطاعات وفي كل المجالات. خليني اوعد كل الناس بان احنا نتواصل مع كل المسؤولين في كل التخصصات، ونكون حلقه وصل ما بين المواطن وما بين المسؤول. فكرة مهمة جدا انك تكون، ومش شكوى بس، احنا مش هناخد شكوى منك علشان انت بعت لنا شكوى، احنا مش بنسمع، احنا نشوف ممكن انت اساسا ما يكونش ليك حق في الشكوى دي. وارد يعني احنا طبعا احنا نوصل صوتكم، في نفس الوقت مش هنظلم، او مش بلاش اقول ملهوش حق، ليه حق. خليني اقول انه عنده لغط في المعلومة او فاهم غلط. مظبوط. انما في النهاية ونهاية اخر الكلام، انا حابب اشكر كل مشاهدين برنامج اخر الكلام. بوجه رسالة مهمة جدا لكل المشاهدين، وأقول لهم تواصلوا معانا في كل المجالات، احنا بقينا عشان المواطن المصري، تحت أي ظرف وتحت أي مسمى هنوصل لك المعلومة الصح، هنكون معاك دوما بإذن الله. آخر الكلام مش هينتهي، هنتكلم كتير في حاجات تانية كتير، لسه في مفاجآت جاية في الحلقات اللي جاية، هنتكلم في مجالات تانية كتير. ضيوفنا احنا طبعا علشان كورونا والإجراءات الصحية الفترة دي، فاحنا يعني ايه بنجيب الضيوف وهم يعني خايفين شوية، فان شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى معانا ضيوف كتير، هيبقى معانا فقرات تانية كتيرة متنوعة. سهرناكم، سهر الناس كلها. بشكر كل المشاهدين قناة صح وجمال، وبشكر كل المشاهدين آخر الكلام، وبشكر زميلي وصديقي محمد العزاوي. شكرا بي. وأراكم يوم الاثنين الجاي الساعة 12 مساء أو 12 صباحا بإذن الله. على خير. تصبحوا على خير.